I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. سلسلة ألعاب أركم من أنجح الألعاب في هالسنوات اللي طافوا، وأركم نايت آخر جزء في هالسلسلة، فلازم يسوون لعبة على مستوى الأجزاء القديمة أو أحسن. فهل وصلوا للمستوى المطلوب في هالجزء؟ خلوني أرويكم في الريفيو. السلام عليكم، معكم ناصر عمران من ديزرت داس جيمينج، واليوم راجع وياكم لعبة باتمان أركم نايت. طبعا وايد أوادم يحبون باتمان وخصوصا هالسلسلة، بس بالنسبة لي أنا مو وايد معجب بهالسلسلة، إنه وايد أحس الجيم بلاي يتكرر. لكن في هالجزء عدلوا الشيء من ناحية المهمات، يعني مهمات القصة. بتكلم أول شيء عن الجيم بلاي. طبعا معظم الحركات والأشياء نفس الطق نفسها، ما تتغير بين الأجزاء القديمة وهاي. هواي اللي ما يعجبني في اللعبة، لكن تحملت هالشيء لأن حاطين طرق جديدة للهواش، إن تستخدمون البيئة نفسها اللي تتهاوشون فيها عشان تطقون الأوادم. وشيء ثاني اللي هو في مشينات تلعبون بشخصيات غير باتمان، يعني معه لازم تتعاونون عشان تكملون المشينات وتسوون حركات مع بعض، فهي يخلي اللعب ممتع ومو متكرر نفس الأجزاء القديمة. لكن في شيء زعلني في اللعبة اللي هو الهواش مع الرؤساء. يعني الصراحة معظم الأجزاء القديمة كانوا الرؤساء يعني أحسن شيء في اللعبة، لكن هني كلش مو في مستوى الأجزاء القديمة وقليلين، لدرجة إن في بعض الأوادم بيحسون إنه ما في حتى. بتفهمون قصدي إذا لعبتون اللعبة. الشيء اللي جديد في الجيم بلاي هو طبعا السيارة. أنا صراحة كنت أتمنى من الأجزاء القديمة لأن بس في طريقة واحدة إن تتنقلون في المدينة، لكن هني تقدرون تستخدمون السيارة. خلوني أقول إن السيارة عجيبة، التحكم سلس وسهل، ووايد مشينات كملونهم باستخدام السيارة. هاي اللي يميز أركم نايت عن الأجزاء القديمة، إنه في تنوع في الجيم بلاي. بس شيء سيء إنه في أشياء تتكرر، يعني في وايد مهمات اللي هو تحاربون دبابات غير، ووايد ينعاد هالشيء ومع الوقت يملل الشيء. من ناحية المشينات، المشينات الأساسية حلوة، لكن المشينات الغير أساسية معظمهم متكررين، يسوون نفس الشيء، يعني ما في شيء جديد. كل مرة تروحون المشن كله نفس الشيء، نفس الطريقة. يعني مثلا عندكم مشينات تو فيس، بس تروحون يعني توقفونهم ليبوقون البنك وبس، ما يصير شيء ثاني. إلا مشينات ريدلر اللي كانوا الصراحة وايد حلوين ويحتاجون تفكير، ودائما عشان تكملونهم يا تلعبون السيارة في نفس ريسات، أو تلعبون ويا كات وومن، لأن القصة هي عن أن تنقذونها من الريدلر، فتصير أحداث حلوة، وتصاميم الليفلات اللي لازم تكملونهم وايد أذكية وحلوين. صدقنا المشينات معظمهم متكررين، لكن شيء وايد زين في اللعبة أنه في وايد مشينات وايد أشياء تسمونها في العالم اللي يخلونكم تلعبون اللعبة يعني أكثر من 20 ساعة حتى. انتقل حق القصة. طبعا القصة معروفة أنه في شرير يبي يدمر جوثم، وباتمان بينقذ اليوم ولازم يحاربه وشي، لكن الأحداث اللي تصير تخلي القصة حلوة، وخاصكم تعرفون شنو بيصير. يعني بين الأجزاء القديمة وهاي أحلى قصة فيهم، لأن يبين لكم النهاية آخر جزء وأحداث وايد قوية تصير فيها. If you're lying, I'll break the other one. The other باختصار، صدق إن اللعبة فيها وايد أشياء زينة، لكن الجيم بلاي حلو والقصة حلوة، هاي أهم شيئين في أي لعبة، وهاي كان أحسن جزء من السلسلة وأحسن طريقة ينهون قصة اللعبة فيها. And you and all your friends. أتمنى أن أعجبكم الفيديو، سوونا فولو @didasgaming في إنستغرام، ولا تنسون لايك وسبسكرايب، أنتو شي تساعدونا، ويلا مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد.